شريف يا ابني، وبابا غضبان عليه ليه؟ بصراحة يا سعادة البي يعني ما تأخذنيش، يعني أنا ما أحبش أفتن على حد. وأنا أحب الفتنة، افتن يا سيدي. أصل كامل بي زعل لما عرف الحقيقة. حقيقة إيه؟ شواهي. شواهي مين؟ الغجرية. تعال هنا، إيش دخل شواهي في أبويا؟ ما هو شواهي دي هي سونيا. ها سونيا ها؟ لا مفيش حاجة يا بيه، كل ما في الأمر إن كامل بيه زعل قوي لما عرف إن شريف ابنه متجوز واحدة من الغوازي. خاله التركي طلع نط كده وصمم إن هو يطرده ويحرمه من الميراث. هو سيادتك كنت عارف إن أخوك متجوز من غدر؟ دي حاجة قديمة. بس أنت ما حكتليش. مش مهم، ما تهمكيش أصلا. يعني إيه ما تهمنيش؟ يهمني اعرف اصل مرات اخواتك ايه. عندك مثلا الست نجوى ابوها عطيه المنجد. غور ما تتكلمش خالص، غور من هنا. انا ماشي بس بقى عايز انبه سيادتك، خلي بالك من البنت بهيه. ومالها بهيه دي كمان ان شاء الله؟ اقول لك انا البنت بهيه دي كلها ايه؟ يلا اطلع بره، غور من قدامي. كتك الهم مالك؟ ركبك 60 عارفين كده ليه لما كشف امرك؟ وانا غلطت في ايه؟ ايوه ما قلتليش الحقيقه. حقيقة ايه؟ الله، والحقيقة تهمك في ايه؟ أنا مش فاهم حاجة. ما أنا قلت لك العيلة لما عرفت شريف اتجوز واحدة غازية قطعته خلاص، وأنت عرفتي إن بابا عرف وخلاص يا ستي. الله، بابا لما عرف الحكاية دي هيحرمه من الميراث، هيطرده.
طب يعني ابوك عرف يا ترى ان اخوك منير متجوز بنت عطيه المنجد؟ يسلم عطيه المنجد ده لا بالعيله، اسم العيله مش ابوها منجد. وبعدين انت ايه حكايتك؟ بتعيب على اسماء العائلات ليه؟ ما انتوا عيلتكوا لابها الحجار، معنى ذلك ان بتكسروا دبش في الشارع مثلا؟ على رايك، ما انت كمان لقب ابوك وجدك الزعازيع، يعني يا ترى كنتوا بتبيعوا قصب؟ الزعايزه، الزعايزه مش الزعازيع. وايه حكايه قصب دي؟ احنا مالنا امال الحكايه دي؟ انا بتكلم في حاجه تانية. المهم دلوقتي ان احنا لازم نعرف ايه اللي حصل في غيابنا، واخوك منير ليه هو ومراته سابوا البيت ومشوا، وابوك رجع صالحهم تاني؟ اكيد حصل اتفاق بينهم. حكم اخوك منير ده انا مش مرتاحه له خالص. ازاي؟ منير طيب غلبان. بس مراته دي مش سهله، حربايه، دي هي اللي ماشياه، ده ما يفكرش الا بمخها. بقولك ايه، انا مش شاغل بالي غير ابو طويله ده اللي اسمه فؤاد شهاب الدين. مين فؤاد شهاب الدين ده؟ بيقول ابن صاحبه وحبيبه. انا مش عرفني بقى. طب ايه رايك يا سامي لو تحاول تصاحب فؤاد شهاب الدين ده؟ يو عليكي خبريه مالفت. الله، احنا جايين نصاحب، انت ما فيش في دماغك غير العلاقات والصحوبيه. ايوه يا حبيبي، لان هي دي مفاتيح السكك المقفله دلوقتي. وانا صاحبه ليه بقى ان شاء الله؟ هو مش بيقول ان عاش حياته كلها في امريكا؟ بيقول، بس ده يهمنا في ايه؟ يهمنا انه اكيد مليونير كبير بيتنفس دولارات. ايه اللي بتقوليه ده بس يا سونيا؟ اللي سمعته يا شريف، طلقني وانفت بجلدك. مش ممكن يا سونيا، مش ممكن اتخلى عنك ابدا، انا مش هسمح لاي قوه في الدنيا انها تفرقنا عن بعض. كتر خيرك يا شريف، انا كده قلبي ارتاح لما عرفت انك لسه بتحبني وما ندمت على جوازك مني. يا سلام، وكان لازم يحصل مصيبه يعني عشان تتاكدي؟ اعذرني يا شريف، انا عارفه اني سببت لك مشاكل كتير مع اهلي واهلك. الظاهر ما مكتوب نبقى مع بعض يا شريف. ما تقوليش كده يا سونيا، احنا ربنا هو اللي جمعنا وهو وحده اللي يقدر يفرقنا، لا اهلي ولا قبلتك. ما تركب دماغك يا شريف، انت مو قدهم. بويا الله يرحمه هو اللي كان كاسرهم، دلوقتي مالهم كبير. طاوعني يا شريف، طلقني وروح لأهلك على رجليك. حبيبتي مش ممكن أسيبك، يعني عيش سوا يا نموت سوا، وبعدين احنا مش أقل من العشاء اللي ضحوا بأرواحهم في سبيل الحب. قولها كمان. العشاء اللي ضحوا بنفسهم في سبيل الحب. أوعدك يا شريف، إن شاء الله لما يقتلوك حبكي عليك العمر كله. يقتلوني؟ قوليها كمان. ليه الشر ده يا سلمى؟ بفكر فيك يا مهاوت. ايش الجديد؟ ما انت طول عمرك بتفكري فيه. كنت شايفك فارس وجوه لأهلك وعشيرتك. مهاوت ما يتغير. انا اللي اتغيرت، انا اللي اتغيرت يا مهاوت. اتغيرت لما شفتك على حقيقتك، رجل ضعيف الحب زله وكسر انفه، هو عاوز ينتقم لاجل الاهل ما يقولوا عليه جبان. ايش بتخرفي بتقولي ايه يا حرمة؟ وليش اللي بتسويه هذا؟ لاجل شواها تعرف ان جوزها ندل وجبان وانه طلقها خوف من القتل. وان ما صار اللي براسك وما طلقها يبقى حكم على نفسه بالموت. انت فاكر نفسك عايش وين؟ عايش في دنيا لوحدك تتحكم فيها؟ فوق فوق يا مهاوت، انت عايش ببلد فيها قانون، واهل اللي انت عايز تقتله لابد اني يبلغوا عنك البوليس قبل ما يشموا خبر موته. هنشد حالنا ونحط خيابنا في مكان لا يعرفه أحد. وانت عايزنا نفضل طول عمرنا عايشين رحالة من مكان لمكان وخايفين ومرعوبين لا ينقبض علينا؟ ما احنا طول عمرنا رحالة، ايه الجديد؟ ولا انت ناسي ان احنا خشر؟ ليك حق، الريف هنا متعة وجمال وهدوء. مظبوط يا عم، واللي أجمل من كده الترابط الأسري. بس قد كده انا سعيد ان انا حاسس ان انا بنتمي لاسره محترمه زي اسرتك. اتفضل يا عم. خليك يا حبيبي. اتفضل. تظهر يا ابني يعني كنت
كنت مفتقد الحياه الاسريه في امريكا. الحقيقه امريكا بلاد جميله ولطيفه ومتحضره، لكن العلاقات الانسانيه فيها ابرد من جوها. قول لي يا فؤاد يا ابني، والدك اتعذب كتير في مرضه؟ الحمد لله يا عمي، ربنا اكرمه وتوفى على طول. انا ابني بقالي 20 سنة عايش على الادويه والحقن، واصحى وافوق وبعدين اروح في غيبوبه، اصحى وافوق وبعدين اروح في غيبوبه، ويمكن وانا بكلمك دلوقتي يمكن اكون في غيبوبه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يدي لك العمر وطولة الصحه يا عمي. لا يا ابني، انت بتتكلم من الشمال لليمين، اسمها ربنا يديك الصحة وطولة العمر. رايت يا عمي. انا اسفة قطعت عليكم حديثكم. رشا بنتي الله يرحمها، هي دي اللي غيرت نظرتي للدنيا. واضح انها ملك. الله يخليك. متشكرة قوي. بهي حطي الصينية لو سمحت. ايه ده؟ ده شيء جدا. شيء ايه وبتاع ايه؟ انتوا عاوزين تسدوا نفس الراجل قبل ما يتغدى؟ لسه بدري قوي على ميعاد الغدا يا جد. ثانك يو يا عم. طول عمرك حنينة زي المرحومة والدتك. ايه ده يا بهية، انتي واقفة بتعملي ايه؟ مستنية أوامرك يا استهان. انتي مش خلاص حطيتي الصينية؟ روحي بقى المطبخ عشان تجهزي الغدا. لما يؤمر كامل بيه. يا بهية، عاوزين نكرم الضيف آخر كرم. من عيني. عمي أنا مش عايزك تحسسني إن أنا غريب عنكم. ايه ده؟ خلو صفوت جه؟ خلو صفوت يا خالو. رشروش خالو حبيبي. خالو ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا رشروش، وحشتيني. وانت كمان وحشتني قوي. وانا ما وحشتكيش ولا ايه؟ لا وحشتيني طبعا، ده انا كنت مستنياكوا بفارغ الصبر. ازيك يا حبيبتي؟ اظن بقى جدو قلق عليا لما اتاخرت. ده كان متضايق جدا، كان فاكركم مش جايين. الله، هو ده اللي قاعد هناك ده؟ اه. طيب ده بقت صحته عاليه الحمد لله، بقى زي الفل. طب يلا بينا نشوف. يلا يلا. اهلا 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 اهلا. مساء الخير يا بابا. اهلا يا ابني. امال مراتك ما جاتش معاك ليه؟ لا. ازيك يا عمي، شبيك لبيك، مرات ابنك بين ايديك. اهلا بعروستنا، اهلا وسهلا. تعرفي انت اللي خليتيني اسامح الولد ده وارضى عنه؟ ميرسي قوي يا عمي. انتوا يعني سافرتم وقلت عدولي. انا اسفه جدا يا اونكل، انا السبب. اصل كان في صفقه مهمه جدا ب10 مليون جنيه، كان لازم ننهيها. ونهيتوها ان شاء الله؟ الحمد لله. صفوت طلع دقره. انا مش عارف الواد ده بقى دقره ازاي مع انه طول عمره خايب. مين الاستاذ؟ نسيت اعرفكم ببعض، الاستاذ فؤاد شهاب الدين ابن اعز اصدقائي، وكان لسه جاي من امريكا، وكان عاوز ينزل في لوكاندا بس انا مسكت فيه يقعد معانا هنا. يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، انا تشرفت بمقابلتك ومقابله المدام. ميرسي قوي. اهلا وسهلا. طب يلا بينا يا رشا نطلع الاوضه عشان اغير هدومي. يلا يلا. باي باي. عن اذنكم. على اذنك يا خالد. الاستاذ صفوت بيشتغل ايه؟ الاستاذ صفوت صاحب الصفقات الكبيره. وصلوا ريهام وصفوت. وصلوا. مش ملاحظه انهم كلهم جايين في وقت واحد؟ ايه ده ايه ده؟ ايه النباهه والفتوح ده؟ اسال نفسك، اسال روحك. ريه نجوى طبعا لازم يجوا، صله الرحم. انت هتقولي على صله الرحم اللي في عيلتكم؟ صباح الخير يا منير. صباح الخير. صباح الخير يا نجوى، ازاي؟ ازيك يا ريهام يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. امال صفوت فين؟ قاعد مع اونكل بره، اصله وحشه قوي. ريهام مش هنطلع الاوضه عشان تغيري هدومك؟ تغير هدومها؟ انت برضه هتنامي في اوضه رشا؟ ايه ده؟ هو انت وصفوت لسه متخاصمين؟ هو صالحني لكن انا لسه ما صالحتوش. يا مصيبتي ليه؟ ده شكله عامل حاجه جامده قوي. بعدين هحكي لك يا نجوى. يلا يا رشا. يلا يلا. هو صالحها بس هي لسه ما صالحتوش. مين الشاب اللطيف اللي واقف مع صفوت تحت؟ قصدك الاستاذ فؤاد؟ واضح انه شاب مهذب ومن عيله هاي، وبيقول انه عاش معظم حياته في امريكا. ده باين وواضح على شياكته واسلوبه. مدام ريهام، يضايقك يعني لو سالتك سؤال؟ سؤال؟ ممكن اعرف ايه طبيعه العلاقه اللي بينك وبين خالي؟ سؤال غريب يا رشا، ما انت عارفه ان انا وخالك متجوزين. طب ولما هو جوزك؟
ليه كل واحد فيكو؟ قصدك يعني عشان قاعده معاكي في الاوضه؟ لو كنتي متضايقه مني يعني. لا 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 خالص، بالعكس انا مبسوطه جدا بوجودك معايا، على الاقل بتسليني وبندردش. بس انا يعني مستغربه من الموقف مش اكتر. ومش من الافضل انك تساليه هو؟ سالته بس ما قاليش. يبقى الافضل انك تستني لما هو يقولك. بس انا شايفه ان الوضع مش طبيعي كده، وكلهم بيشكوا في موضوع انكم متخانقين سوا وكل واحد بينام في اوضه، مش فاهمين. صدقوني انا ما اعرفش اي حاجه. يا جماعه احنا جينا لقيناه مرمي في حضن عمي، وعمال يحكي له عن ذكرياته مع بابا. مش دي المشكله، المشكله ان عمي عايز يسكن معانا هنا. بس اللي انا اعرفه ان بابا ملوش اصدقاء. بس هو بيقول ان شهاب الدين ده صديقه من زمان. ما هو ده الغريب في الموضوع، اشمعنى ظهر دلوقتي؟ جاي ليه وعايز ايه؟ هي المشرحة ناقصة أو تلاتة. اتفضل يا سعادة الباشا. على مهلك، واحدة واحدة. بسم الله ما شاء الله. على مهلك يا باشا، على مهلك. يا وعدي. اتفضل يا بابا، اتفضل يا حبيبي. اتفضل يا حبيبي. على مهلك يا بابا، على مهلك. ازيك يا بابا؟ كويس الحمد لله. يا زقزوق. ايوه يا سعادة الباشا. اسمع، انزل السوق واشتري لنا خروف بس يكون كويس قوي، بس اوعى الراجل يضحك عليك ويديك بدل الخروف كلب. ليه يا بيه؟ حمار انا ولا ايه؟ لا انفذ القرفان حلو قوي، حتى لو جاب لي كلب وخروف اعرف طوالي اللي هو هو اشتري التاني. تعالى بقى خد الفلوس. يلا. خمسينات. ايه دول يا بيه؟ دول 200 جنيه. ايوه وجيب الباقي. باقي؟ باقي يا بيه 200 جنيه. ده الخروف بقى ب 400 ب 500 ب 1000. الكلام ده ايام الجاهليه، اما كنا نشتري الخروف بخمسة دينار وفي ايه جمل. جمل ايه؟ انت بتتكلم على ايه؟ وبعدين ايه يا بابا الفلوس اللي انت عطاها له دي كلها؟ كتير كده. يا دوبك خروف، خد يلا اتكل على الله. بس انت قول للراجل بتاع الخرفان ان الخروف ده علشان خاطر كامل بيه او سياده النائب، وهو هيدي لك خروف بليتين. اعمله بالايه؟ خدوا بالكم يا جماعه، الراجل اللي جاي ده والده له افضل عليا كتير قوي، فعاوزكم تخلي بالكم من تصرفاتكم كويس قوي ويتخدم كويس قوي. حاضر يا بابا. ايوه يا بهيه. عيون بهية. تعالي سنديني يا بنتي عشان اقول. اسندك انا يا بابا. يا ابني انا بقول بهية عشان بهية بتبقى حنين عليا. حنين يا بابا. لا سعادة الباشا مش عايز يتعبك يا سمنير. تعالي اتفضل يا سعادة الباشا. يا ابني ابعد عني. اتفضل يا باشا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. على مهلك يا باشا. على مهلك. خدوا بالكم يا جماعة بقى، ساعة السفرة عاوزكم كلكم تبقوا مؤدبين ومهذبين في كل تصرفاتكم، واخدين بالكم؟ نجوى أول ما يجي الخروف تخلي بالك منه. عينيا حواديه المدرسة كي جي 1 وكي جي 2. وأنت يا ميرفت عليكي إنك تشرفي على العملية دي، الراجل ده أصله متربي بره، ده بيعرف يتكلم إنجليزي وراح نيويورك كمان. سوق نيويورك. أنت عايشة معاهم هنا؟ أنا أول مرة أجي فيها البلد. امال انت عايشه فين؟ في اسكندريه. اشتغلي ايه بقى؟ مدرسه. وعايشه لوحدك في اسكندريه؟ انا طول عمري عايشه لوحدي، بس في واحده صاحبتي يعني قاعده معايا كده شويه. الله، طب ازاي جدك يسيبك تعيشي لوحدك؟ اصل انا وماما كنا على خلافات معاه يعني، والزياره دي محت كل اخطاء الماضي. بس تعرفي ان جدك ده راجل ظريف قوي. انا ما حبيتهوش الا لما شفته وعرفته. يعني انت كنت بتكرهيه قبل كده؟ واضح انك فضولي قوي. وليه ما تقوليش ان انا عايز اعرف عنك كل حاجه؟ وايه المناسبه يعني؟ الله، انتوا مش بتعتبروني واحد من العيله؟ واحد بس اللي بيقول كده، لكن لسه ما خدناش راي الباقي. تصوري فعلا ان انا حاسس بقلق في عيونهم. هو انت ناوي تقعد كتير؟ والله بقى لحد ما تزهقوا مني وتطردوني. واضح انه مش هيحصل، لان يعني جدي سعيد جدا بوجودك معانا. والله انا كمان سعيد قوي بوجودي. قولي لي يا رشا، جدك نزلني في اوضه شريف، وطبعا واضح ان شريف ده ابنه، وواضح كمان انه مش قاعد في البيت.
هما بينهم شوية خلافات بس إن شاء الله النفوس هتصفى. يا رب، لأن أنا نفسي أتعرف على عيلة الزعزيع كلها واحد واحد. أنا تعبت بقى، فين هاود الجبان ده؟ ما يجي يقتلنا ويخلصنا بدل ما سايبنا كده. لا تفقد أعصابك يا دكتور وتظهر إنك خايف. إزاي بعد كل اللي قلتيه ده مش عايزاني أفقد أعصابي؟ وأنت يا سلمى ما حاولتي تأثري على مهاود؟ حاولت كتير يا شواهي، لكن مهاود مجنون وعقله طار خلاص ومو شايف قدامه غير انه ينتقم وياخد بتاره ويقتل شريف. ايه؟ سمع ست هانم؟ يقتل شريف وسونيا ان شاء الله مش حيقتلها؟ مهاود بده شواهي، وانت الحيطه اللي قدامه يزيحها وبعدين ما تبقى فيه اي مشكله. الموت عندي اهون من اني اعيش من غير شريف، حياتي ما يبقى لها طعم. يا حبيبتي يا سونيا، انا ما كنتش اتخيل ابدا انك بتحبيني بالشكل ده. خيبك يا راجل، لسه ما بتعرف أمر المصايب اللي قتلنا هذه من وراء إيش؟ مو من وراء قلبي اللي حبك؟ ولا يهمك يا سونيا، المهم يا سلمى لازم تشوف لنا حل. لازم أهلك يعرفوا إن مهاود بده يقتلك. لا يا سلمى لا، بلاش أهلي يتدخلوا في المسألة دي خالص. أبويا لو عرف أو أي حد من إخواتي هتبقى فضيحة. الفضيحة أهون من قتلك يا دكتور. معاها حق، لازم أهلك يعرفوا ويجوا ينقذونا. وش ضمنك بس ان حاجه ينقذوني؟ ما انت عارفه كل حاجه يا سونيا. انت من دمهم ابنهم، ما هتهون عليهم ابدا انهم يسيبوك. اكيد حييجوا يبلغوا البوليس وينقذونا. يبقى ما فيش غير منير. مين منير هذا؟ منير ده اخويا، اخويا الباشمهندس، ده اطيب واحد واعقل واحد وهو الوحيد اللي حيعرف يتصرف. وهذا كيف نوصل له؟ مغرد يروح له ويقول له اننا محبوسين وحنتقتل. بس لو مهاود عرف ان مغرد راح لأخوك هيقتلع. ما تخاف علي يا خالة سلمى. مغرد، أنا بحبكم قوي وبكره مهاود. سامحني يا دكتور شريف، مهاود ضحك علي وبعتني أقول لك إن عم زوابع مات، وأنا ما كنتش أعرف إنك بيعمل لك نجرة عشان يصطادك فيها. يا حبيبي يا مغرد، أصيل زي أمك وأبوك واللي خلفوك. المهم إن مهاود ما يشم خبر إنك رحت ديار الدكتور، فاهم؟ ما تخافيش علي يا خالة سلمى. تعال يا فؤاد، تعال يا حبيبي، تعال هنا جنبي يا ابن الحبيب الغالي. تعال قومي من هنا انت يا بنت المنجد، قومي. هو روح فين؟ قومي هنا اهو في حته. انا لا حول ولا قوه الا بالله. قومي. اتفضل حضرتك. لا اله الا الله. اهلا يا حبيبي اهلا. ده انا النهارده ذبح لك خروف وشوهولك على الفحم وهتاكل صوابعك ورا ان شاء الله. متشكر قوي يا كامل بيك. والاستاذ فؤاد ده بيشتغل ايه يا ترى؟ انا مهندس كمبيوتر واخد دكتوراه من امريكا. وليه ما تفكرش تستغل خبرتك دي هنا في مصر؟ الحقيقه هنا ما انا ما فكرتش في الحكايه دي لاني مرتبط بحياتي في امريكا. معقوله كمبيوتر؟ هو في احلى من الكمبيوتر دلوقتي؟ ده الشغل كله مع الكمبيوتر والمستقبل كله كمبيوتر. جرى ايه؟ انت كمان هتدخلي في الحاجات دي يا بنت بتاع المراتب والمخدات؟ مصر اولى بعلمك يا دكتور ولا ايه يا جماعه؟ مصر مليانه ناس عندها شهادات. سامي بيسمح لي، حضرتك شهادتك ايه بالظبط؟ ها؟ في حد بلغك حاجة أو قال لك حاجة؟ أنا معايا أكبر شهادة في مصر. أكبر شهادة، عضو مجلس الشعب. معايا شهادة حصانة قد كده. وبعدين أنت بتسافر إمتى قول لي؟ أنا هسافر لما أخلص المهمة اللي أنا جاي عشانها. خال منير! يا خال منير! في ايه؟ الحق يا خال منير، اخوك شريف دي ممسوك ومرته في خيام ومهاود هيقتله. ايه ده ابويا؟ بعدين بقى في الوقت اللي بتعمل ده محدش يعبره. ازاي يا بابا؟ ده اخونا برضه. ايوه يا بابا ولازم نقف جنبه. سيبوا الغجر يقتلوه علشان يتربى. اما مالكش حق يا جدي، ده مهما كان ابنك ده نار. انا بالرغم ان انا مش فاهم اي حاجه لكن الانسه رافعه عندها حق. انا هحكي لك كل حاجه. الولد ده دخل كليه الطب عشان يطلع دكتور كويس ويفتح له عياده، لكن لانه غاوي مزيكا راح اتلم على جماعه غجر فيهم رقاصين ومزيكاتيه وبتاع، وكان فيهم بنت غجريه، اتلموا على بعض اتجوزها ليه يا ابني؟ قال علشان خاطر بتعرف تغني وترقص ونعمل فرقه. بصراحه يا بابا اديتوا الحق يا جماعه، شريف عر العيله. ايه اللي بتقوله ده يا سامي؟ انت كمان بتسخن. يلا منير يلا منير. محدش يتحرك، تعال ما حدش اتحرك. الله، بابا عايز كده. اسمح لي يا سامي بيه، كونك عضو في مجلس الشعب واخوك يبقى محجوز من شويه غجر زي دول، فدي احنا في حقك انت. الاستاذ فؤاد بيتكلم صح. فين هيبتك يا خالو؟ وبعدين لازم الغجر يعرفوا ان عيله زعزوع
محدش يقدر يمثلها على طرف. ايه ده؟ انت بتتكلمي على هبتي؟ هبتي مفيش مخلوق في البلد كلها يقدر يمثلها، وهثبت لكم ده دلوقتي. هتصل بالمأمور، اديني المأمور على التليفون. بتلهوي على ايه؟ ما كفاياكي بقى لهووه على ايه كل ده؟ مو عايزني الهوه على جوزي حبيبي؟ ليه وانا مت؟ ما انا قاعد جنبك اهو، ايدي مربوطه في ايدك. اسمع كلامي يا شريف وانفذ بجلدك. ازاي بس انفذ بجلدي وانا متكتف في الرابطه السوداء دي، وفي رجاله واقفه بره على باب الخيمه، وكل واحد ماسك سلاح، يبقى اهرب ازاي؟ يبقى ما في قدامك حل غير انك تطلقني. احكي طلقني طلقني. يظهر يظهر انك عايزه تخلصي مني. انت عارف انا بحبك قد ايه يا شريف، يا ريت اقدر افديك بعمري كله، لكن مهاود راسه ناشفه ومصمم انه يا يقتلك يا طلقني. نصبر شويه، مش جايز يجي ينقذوني. مين دول؟ منير اخويا، اكيد مغرد بلغوا الرساله، ومنير مش ممكن يتخلى عني. وليش ما اجا؟ ليش يا مغرد؟ ليش تاخرت؟ انا نفسي انقطع. قابلت منير؟ الواد زكزوكي ما كانش عايزني ادخل، بس انا سهيته وقلت للبشمهندس ان اخوك هينقتل. شاطر شاطر، المهم نعطي لمهاوي انه ما يقتل الدكتور قبل ما اخوه يوصل. مهاوي جاي، مهاوي جاي. لا اسكت اسكت اسكت. ايش هذا؟ انتوا قاعدين تتسهروا في ايش؟ ابدا، أصل مغرد كان بيسأل إذا كنت صحيح ناوي تقتل الدكتور. مهاود ما بيرجع في كلمته، المهلة خلاص قربت تنتهي، لو ما طلقها هنزفه للموت. اسمع يا واد مغرد، بلغ أهل القبيلة بهذا الكلام، طير. طب يا مهاود طول بالك، نعطيه فرصة ثانية يمكن يعقل ويطلقها. الود ود الموضوع هذا ينتهي من غير دم يا سلمى. وهذا اللي بتمناه يا مهاود، أنا خايفة عليك، والقتل ما بيجر وراء إلا المشاكل والمتاعب. يعني أنت ترضي إن هي بتضيع وس القبيلة ويقولوا إن مهاود جبان؟ قطع لساني اللي يقول عليك كده. أنا ما أرضى يا مهاود إن هبتك تضيع، أنا بس بدي إياك تحكم عقلك وتفكر وتعطيه فرصة ثانية، يمكن يعقل ويطلقها ويفكر. طب وإيش ضمنك إنه ما يفكر إن هذه المهلة ضعف مني؟ لا تقلق يا مهاود، لا تقلق، أنا فهمه إني تحايلت عليك مشان تعطيه فرصة تانية وتطلقها. طب لو ركب راسه وما رضي يطلقها؟ ساعتها حقك تحكم عليه بالموت. أنا بدي أفهمك يا سلمى، أنت كل يوم بشكل ولون. أنت عارف إن أنا بحبك يا مهاود، وأريدك وأخاف عليك وأفكر لصالحك كمان. ايه اللي بيحصل في البلد؟ اهلا اهلا بسياده النائب. اهلا يا عميد. ايه اللي بيحصل في البلد؟ اهلا وسهلا. وانا اخو سياده النائب. ازاي يحصل في البلد كده؟ انت مش المأمور؟ خير يا فندم، ايه اللي حصل؟ لا 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 لا، خير كمان مش عارف ايه اللي حصل. انا هقدم استجواب في مجلس الشعب، وهقدم شكوى لوزير الداخليه عشان اعرف ايه حكايه الامن واستقراره في البلد دي. اخويا الشريف اتخطف. مين يا فندم اللي خطفه؟ الغجر. خطفوه ليه؟ من غير ليه، المهم انه اتخطف. ما تكلموا منير. ايوه، الغجر خطفوه هو ومراته، جه واحد من الغجر قال لنا الكلام ده وقال انهم ناويين يذبحوه. طب ايه السبب؟ انت هتحقق معانا ولا تحقق معاهم؟ يلا منير. معلش يا سياده النائب، انا هستنى عشان اتابع مع سياده العميد الموقف. براحتك. بقول لك يا عميد، اتصل بيا بالتليفون على طول، طمني ايه الموقف بالظبط. ولو سمحت، واحد شاي ميزه في الخمسينة لاخويا منير. ما بحبش الميزه. لا لا، طب اسمع، حط له عليه ليمون. ما بحبش الليمون. بقول لك ايه، ادلوه على راسه. خلاص، شرفت يا فندم. ان شاء الله. تؤمر يا فندم. مع السلامه يا فندم. يا شويش محمدين، شويش محمدين. تمام يا فندم. شايل البير وشوف لي الرائد محسن فين يجي لي حالا بسرعه. تمام يا فندم. صدقيني يا خاله سلمى، انت بتاكد يا مغرب انك وصلت رساله صح؟ واكدب عليكي ليش؟ ولا ليش اتاخر هيك؟ ليش اتاخر؟ اكيد هيجي، امال هيسيب اخوي ينقتل. يا خوفي يا خوفي، يوصل بعد فوات الاوان. البركه فيكي بقى، تعطلي مهاوت لحد ما اخوي يجي.
ما عاد عندي حجج تاني اقولها لك. خدي بالك مهاود جاي. انت ايش حكايتك انت ولاد مغرد؟ روح انت يا مغرد، روح الحيط وخلي الشباب والبنات يجهزوا لزفة الموت. زفة؟ زفة ايش؟ انت ناسي سلونا؟ ناسي اللي قلت لك اياه ان انا اللي هزف اهل الموت؟ هذا يا سلمى ما يستاهل هذه الزفة. بس شواهي تعرف سلونا، ولو سمعت الغنى والرقص رح تعرف ان جوزها هيزف للموت، وساعتها هتعرف ان جوزها لو ما سمع كلامك ونفذه هيموت. اعمل اللي تريديه يا سلمى، لكن احذري، انا ما بحب الغدر، والا حيكون مصيرك مثل مصير المزيكاتي. الغدر مو طابع يا مهاود، والا ما كنت رتبت للزفه، وكمان هرقص لك فيها. اوقف اوقف يا سواق، اوقف. انت ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا صبح؟ عايز اتكلم معاك يا حضره النايب. ايوه بس انا عايز اقول لك يا مستعجل مش كده؟ الله الله، انا خايف الناس تشوفنا يعني. خايف من ايه ان شاء الله؟ الله، وبعدين معاك انا خايف على سمعتك يا بنت. سمعتي؟ خش يا سمعتي. سمعتي بقت في الوحل والتين من زمان يا حضره النايب، والبركه في حضرتك. ولا انت فاكر ان اهل الكف دول هبل؟ دول عارفين كل حاجه، عارفين اللي كان بيني وبينك، وعارفين انك كنت بتحبني وكنت بحبك، وعارفين انك اتجوزت واحده تانية وضحكت على عقلي وخدت الطاحونه. الطاحونه هترجع لي. هترجع لي والنبي ايه؟ امال ابوك بقى بيومي يشتريها ليه؟ بيومي؟ ايوه بيومي، ويا ريت كمان نصيفنا حسبي الله ونعم الوكيل اللي حاطط فيها تمن خسف بيه الارض. لا لا لا، معقول بيومي 100%؟ ده تصرف انفرادي منه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ابويا ما يعرفش بيه. ايه ما يعرفش بيه؟ يعني ايه بيومي بيفتي؟ يا ستي صدقيني. اصدقك؟ اعمل ايه يا ربي بس؟ اسمع كلامك اصدقك، اشوف عمايلكم السودة استعجب. هو منير اتاخر كده ليه؟ انا قلقان عليه قوي. سامي بيه سياده النايب مش هيرجع لما يخلص المشكله. طبعا هو حضره النايب شويه ده يهز مديريه بحالها. هو مشكلته بس انه متواضع. ما تروح يا واد يا زغلول الاسم اطمنا عليه. ما انت عارفه ان انا عندي عقده من الاساءه. انا مش عارفه ايه اللي ورط خالي الورطه دي. هو كامل بيه فين؟ معتكف في اوضته مع خالي صفوت. هطلع اطمن عليه. هو كامل بيه واخد من شريف موقف فين؟ اجي معاك يا استراشه. طلعي هنا هتروحي فين؟ اسرع شويه يا سعاده المامون، عايزين نلحق شريف اخويا قبل ما يقتلوه. ما تقلقش. جد جدو؟ فين جدو؟ جدو يا جد، الجميل قاعد لوحده ليه؟ ما انا طول عمري يا بنتي بقعد لوحدي. احنا مش اتفقنا انك تعيش وسط الناس؟ ما انا بتصدم يا بنتي كل ما بخرج من هنا. هو شوية إن أنا أعرف إن ابني اللي من دمي ولحمي اتجوز واحدة مش من مقامه ومخبيين عليا، يعني أنا طرطور؟ يا جدو يمكن مش عايزين يزعلوك. ما هو ده يبقى غلطان ويستاهل العقاب. ابقى حاسبه وبعدين وافهم وجهة نظره، بس نطمن عليه الأول. يا خسارة، كان أمل إن الواد يطلع دكتور بشري ويساعدني في المزرعة، لكن خرج من سنة تانية في الطب وما يعرفش دلوقتي يضرب حقنة. ايه ده؟ خاله سامي رجع. شريف معاه؟ لا، ولا حتى خاله منير. يبقى منير اتقفش.
سامع الغنى والرقص؟ رقص؟ طب وإيه الغريب في كده؟ ما أنتوا طول عمركم بتغنوا وترقصوا. بنغني وبنرقص للفرح وللموت. موت إيه وفرح إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. اللي بتسمعه هذا مو رقص وغنى فرح، لا، سلوى أهلنا وقبلتنا لما يكونوا عايزين يقتلوا حد يزفوه للموت بالفرح والرقص. يعني اللي بيموت عندكو بيموت على واحدة ونص؟ ليش خوك منير ما بلغ البوليس لحد دلوقت؟ أكيد أكيد أبويا منعه. معقولة؟ فيه أب يعرف إن ابنه حيتقتل ويسكت؟ أيوة أبويا كامل زعزوع. ده أب قاسي وقلبه حجر. يلا ربنا يسامحه، مش بإيدينا بنختار أهلينا يا سونيا. يبقى موتك قدر ومكتوب. يلا كل واحد بياخد نصيبه. يعني إيه؟ يعني حموت كده؟ حموت من غير ما أطلع السلم الموسيقي؟ والله شريف ده موروش غير الفضايح، يا ضيع هبتنا في البلد. سامي أنا عايزك ترجع هبتنا تاني في البلد والفوق. هترجع يا بابا، بس بعد الغجر دول ما ياخدوا درس ما ينسوهوش طول عمرهم. بس أنا خايف يا جماعة يكون قتلوا شريف قبل ما يتقبض عليهم. إيه الكلام ده؟ يا أخي خليك متفائل. متفائل إيه يا أخي؟ ما أنت لو شفت اللي أنا شفته ما كنتش قلت الكلام ده خالص. طب ما تحكي الحكاية يا سامي. مفيش حاجة، أنا نزلت بالعربية واقف بالعربية، الظهر الناس بتوع البلد كلهم كانوا مستنيني، كبسوا عليا وهجموا عليا وهاتي أسئلة وهاتي استجوابات. ناس تقول لي فين وعودك يا سيادة النائب؟ وناس تقول لي فين وعود أبوك اللي وعدنا بيها؟ واللي يديني شكوى شكوى ودي شكوى ودي شكوى اللي ما خدت سندوتش منهم بس. مفيش فايدة، أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ ياه. المهم بيومي، تصور يا بابا، بيومي بياخد رسوم 2 جنيه من كل واحد، مع ان انا قلت له 99 قرش بس. انتوا بتلموا الفلوس دي ليه يا كامل بيه؟ اصل جده صمم انه يرجع لكل مظلوم حق. تصرف انساني ونبيل، والله انت لازم تدخل التاريخ يا كامل بيه. ايه بس ولادي مش عاوزين ندخل التاريخ، او ما عرفوا ان في اجتماع على طول هربوا على مصر. ما هربناش ولا حاجه يا بابا، احنا بس سافرنا مصر نخلص مصالحنا وبعدين نفضي نفسنا للجنه. طب خلاص بكره في اجتماع الساعه 12 عشان تدوا لناش حقوقها. طب يا جد ومش نطمن على خاله شريف الاول وبعدين عشان يكون موجود في اللجنه؟ حتى لو رجع مش هيحضر اللجنه، انا ما عادش في اللجنه واحد متجوز واحده غازيه. يا سامي شوف لنا فرقتين من الامن المركزي. ده انا هجيب الاصول السادس يابا، انا عندي حصان. انت ان شاء الله يا عمي هترجع فعلا للناس حقوقها؟ اه طبعا ان شاء الله يا بنتي. ما تعرفش المشمش بيطلع امتى؟ على مينك يا اخي هتموتنا، بالراحه شويه. ما تخافش يا سعاده مامور، امال انا اللي سايق ليه؟ اصل انا حافظ السكه كويس. اه يا سلمى امسح عرقي، المهله خلاص انتهت. اعجل يا محاول اعجل، ما بيخيل علي كلامك بعد الحين. شريف المهله خلاص انتهت، ايش ردك؟ مش هطلع يا مهاوي. هتتقتل؟ اقتلني لو كنت راجل، بس بعينك حقق لك رغبتك. فكوهم. سونيا انت هتعمل ايه يا جبان؟ انت مش كان اتفقنا انك تقتلني انا؟ مالكش دعوه بيها. وانا عندي كلمه يا شريف. ماله خدها على فين؟ ولازم تشوف حبيب قلبها وهو بيتقتل. خدوه. هتشوف يا مهود يا جبان. اربطوه، اربط. سيبها يا جبان، سيبها وتعامل معايا انا. اسكت، لا تتكلم. البوليس سونيا. حبيبي جيتك في الوقت المناسب. الحمد لله الحمد لله انك بخير حبيبي. يا منير اخويا عايش، ما ماتش عايش حبيبي. ما زعلان منك ليه؟ ليه جاي
الجاري ومعايا ست مأمور ومعايا القوة عشان ننقذك، وانا احضنك وانت ما تحضنيش. يا منير انا مربوط فكني. بس ده مش مبرر برضه. مبرر لايه؟ مهاود خطف سونيا وهرب. مهاود خطف سونيا؟ وراحوا فين؟ ايه اللي راحوا فين دلوقتي؟ فكني يا منير. وانت مربوط يا حبيبي فكني. انت فاكرني بتمنظر ولا بمثل فيلم؟ راحوا فين؟ خطفها وجري بيها هناك. تعالى يا منير نلحقهم. في ايه؟ مش فكيتك الحب؟ تعالى. وانت كنت مربوط ازاي يا منير؟ حرام عليك. تعالى. اقف يا جمال مكانك. اخترك انت. هو اوقف. ايوه. انا سامي زعزورة عضو مجلس الشعب. مين معايا؟ اهلا اهلا. ازيك يا مامور؟ اهلا. بقول لسعادتك ايه؟ طمني قبضتوا عليهم؟ اسالوا يا خالو عن خالو شريف ومراته فيعه. بقولك ايه؟ شريف انقذتوه؟ هو ومراته قدامك دلوقتي؟ منير خلينا في منير. اسألوا عن منير عامل ايه؟ منير انا سايبه في الاسم في اوضه المأمور. اوكي يا مأمور مع السلامة. مع السلامة. بقول لسعادتك ايه قبل ما اودعك؟ لازم تقبضوا على الناس دي كلها. دول همج، دول بلطجية، غدر. ارموهم برا المنطقة كلها، وإلا هقدم استجواب في المجلس تحت القبة عندي حصانة. بقولك ايه؟ لو ما طردتهمش بره هتنزل ركبه. ماشي. مع السلامه. ماشي الله. ماشي الله. والله والله وخلفت نائب يلعب المأمور. طبعا يا انكل هو سامي شويه. الحمد لله المساله عدت على خير. اخرصي يا بنتي. شوفها يا ريهام سامي وهبته. طبعا مش سياده النائب. انا عارفه صفوت ما هواش السياسه ليه. خليه في التجاره كده احسن له. اصل مش اي واحد يفهم في السياسه، لازم يكون عنده شخصيه. والله يعني ايه الكلام ده يا مدام مرفت؟ قصدها ان السياسه ليها ناسها. وسامي اهو رافع راسه لفوق. لا بقى، ده منير. منير اللي رافع راسه ورقبته طول كده ما شاء الله. مرضاش يسيب اخوه قاعد جنبه في القسم. جوزك غاوي منظره. هو بايده ايه يعني يعمله؟ والله كتر خيره. المهم انت يا حبيبي رفعت راسنا كلنا وشرفتنا. المكتوب هتشوفه. يسعى وسافر كفح وعافر وجوابك راح.